المعكرونة بالبشاميل من ألذ وأطيب الوصفات. اليوم نحن عملها بطريقة كتير سهلة وعن جد كتير كتير طيبة. بطنجرة حطيت مي على النار، تركتهم لحتى يغلوا، رجعت حطيت معه نصف ملعقة صغيرة من الملح، وهذا نوع المعكرونة اللي استعملته. أكيد بنشوف على العبوة قد ايه بدها وقت، في منهم بدهم 8 دقايق أو 10 دقايق، برجع بغسلهم وبصفيهم كتير منيح، بخليهم على جنب. وبمقلة حطيت بصلة مقطعة مكعبات كتير صغار، مع حصين ثوم كمان مقطعين مكعبات صغار، قليتهم لحتى دبلوا، ورجعت حطيت معهم فليفلة خضراء كمان مقطعة مكعبات صغار، كمان قليتها لحتى شوي دبلت، ورجعت حطيت اللحمة. تقريبا عندي هون 200 جرام من اللحمة المفرومة، حطيت نصف ملعقة صغيرة من الملح، ربع ملعقة صغيرة من البهار الأسود أو السبع بهارات، ونصف مكعب من مرقة اللحمة أو مرقة الدجاج أو مرقة الخضرة اللي أنتو بتحبوها، منا مشكلة أبدا. حركتهم كتير منيح مع بعضهم، وهلأ حطيت معهم بندورة مطحونة. استعملت هون حجم وسط بندورة وحدة، حبة وحدة حجمها وسط، طحنتها على البريق الخلاط ورجعت حطيتها معهم، تركتهم لحتى يغلوا وتنشف البندورة وتصير عنا بهذا الشكل. شوفوا كيف طالع معنا الشكل. أكيد أنا هلأ بدي أدوق إذا بدها ملح أو بدها بهار، فيكم تحطوا كمان رشة من الأوريجانو، بيطلع الطعم كتير كتير طيب. هلأ بطفي عليهم خليهم على جنب، وبدنا نبلش نجهز البشاميل. حطيت 3 ملاعق كبار من الزبدة، دوبتهم على النار، ورجعت حطيت معهم 3 ملاعق كبار من الطحين. هلأ بقليهم شوي مع بعضهم. طبعا أنا ما بدي الطحين يتغير لونه أبدا، بس بدي شوي ينطبخ الطحين. بدي أرجع أنزل عليهم بأربع أكواب من الحليب، مثل ما شايفين بنزل بالتدريج. طبعا هون بدي خفف الحرارة على الأخير، بحط كمية من الحليب وبحرك لحتى تختفي، وبرجع بحط كمية تانية، وبضلني هيك لحتى أخلص الأربع أكواب. وإذا حسيتوا شوي البشاميل تقيل بترجعوا بتخففوه. وهلأ بدي أرجع أحط عليهم نصف المكعب اللي حطيناه مع اللحمة، بدي أرجع أحطه مع البشاميل، ونصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة، ونصف ملعقة صغيرة من الملح. ما تكتروا كتير ملح لأنه المكعب المرقة اللي حطيناه فيه ملح أكيد. هلأ بحركهم كتير منيح وبخليهم لحتى يغلوا، وبرجع بطفي عليهم. هيدا هو قوام البشاميل، شوفوا كيف نحنا ما بدنا اياه يكون كتير تقيل. هلأ بحط نصف كمية البشاميل مع المعكرونة مثل ما شايفين، من بعد ما سلقناها وصفيناها، وطبعا هون غسلتها شوي من بعد ما سلقتها، وحركتهم كتير منيح مع المعكرونة. وهلأ بدي فضي نصف كمية المعكرونة بالصينية. هلأ بوزعهم كتير منيح بالصينية بهيدا الشكل. بدي ارجع اضيف عليهم كمية اللحمة يلي قليناها مع بعض. مثل ما قلت لكم اذا حطيتوا رشة بسيطة من الاوريجانو بيعطيها طعم كتير كتير طيبة. حاولوا انه وزعوا اللحمة تكون بشكل متساوي، يعني كل الصينية يكون فيها لحمة، ما بدنا مكان يكون في لحمة ومكان لا. مثل ما شايفين من بعد ما وزعت اللحمة، هلأ بدي كمان ارجع احط كمية المعكرونة اللي بقيت عنا. مثل ما شفتوا نحنا حطينا تقريبا نصف الكمية، واي صينية انتو عندكم بتحطوها، المهم تكون انه بتفوت على الفرن. يعني فيكم تستعملوا بايركس او اي صينية، لانه اكيد نحنا هلأ بدنا نرجع نحطها بالفرن. وهون عندي كمية البشاميل، مثل ما شفتوا انا هون حطيت نصف كمية البشاميل مع المعكرونة وخلينا النص التاني. هلأ بدي ارجع احطه على الوجه، وبدي ارجع احط كمان على الوجه كمية من الجبنة الموتزاريلا. وحاولوا لما تحطوا البشاميل وزعوه يكون بشكل متساوي، ما بدنا مكان يكون فيه بشاميل مكان لا. هلا من بعد ما حطيت الجبنه، هلا بدي احطها بالفرن، بدي بس ولع الشوايه لحتى تدوب الجبنه وتاخذ معنا هيدا اللون اللي كتير حلو. بدي ارجع اتركها لحتى هيك تهدى شوي قبل ما اقطعها، وشوفوا كيف طالعه معنا. بتطلع معنا قطعه كامله وعن جد طعمتها كتير كتير طيبه، بنصح الكل يجربها. انا هيك بتكون خلصت وصفتي لليوم، بتمنى تعجبكم. صحتين.